مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله في نص ستة بإذن الله هبدأ كورس تأسيس او كورس محادثات، يعني هما اتنين من الكورسات. في ناس عايزة تأسيس كقواعد، كتدريب على محادثات، كتدريب على باراجرافات وكلام زي كده، والنوع التاني اللي هو كورس محادثات واستماع وتحدث، علشان خاطر في ناس مهتمة بكده عشان خاطر يفيدها حتى في حياتها العادية وفي حياتها المستقبلية طبعا، لأن مطلوب بشدة. فاللي حابب يتواصل معايا خاص.